بتبقى نحاس احمر او اصفر. الفرق بينهم في الخامة الاحمر بتبقى شغلها قليل شوية، ما بتبقاش مش عليها سحب كتير عن الاصفر. الاصفر شغل يعني اقوى ومعمر اكتر، يعني معمر يعني مهما بعد المرحلة يخش المراحل التانية، فبيقعد وقت اطول يبقى زي ما هو نفس اللون ونفس الشكل ونفس الجودة. لكن الاحمر بيتوائم يعني على طول، اول ما الشمس بتيجي عليه فترة خلاص لونه بيروح، ما بقاش موجود لونه، بيبقى لونه كله معدوم حاجة سودة. حاجة اسمها بنلفها بالكشورة من الناحية دي ومن الناحية دي، تبقى زي كده، وده كده كده ده بيطلع بيبقى بشكل الكورة دي. الدول اللي بوديها، عندي شغل في السعودية، عندي شغل في البحرين، عندي شغل في الإمارات، بالخصوص دبي فيها جامع الخليفة أنا عامله، جامع في دول كتير عامله، في الأردن، في البحرين، في السودان، بس الأكتر الدول العربية السعودية والإمارات بيطلبوا مننا شغل على مواصفات قوية، وبنقدر نعملها له ونحجزها له وبتتشحن عادي.